اهلا وسهلا بيكم في مطبخ غاده. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل الكحك. مقادير بتاعه الكحك: كيلو دقيق، نص كيلو سمنه، ملعقه كبيره خميره فوريه، هناخد من الكيس ده معلقه واحده، وهنحط عليها معلقه كبيره سكر، ثوم في كوبايه الميه، ميه من الحنفيه عادي، مش لازم يعني ميه دافيه، او ميه دافيه عادي مش مشكله. هنحط 3 ملاعق كبيره سمسم، وملعقة كبيرة روح الكحك أو ريحة الكحك، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وريحة موز، وذرة بسيطة ملح. وهنبتدي نشوف دلوقتي طريقة العملية. أول حاجة حطينا معلقة السكر في المية، وهنبتدي نحط عليها معلقة الخميرة، نفس مقدار المعلقة دي هي نفس مقدار المعلقة التانية، وهقلبهم. نخلي بالنا بعد ما نقلبهم نحطهم في طبق علشان لو الخميرة زادت ما تتقلبش في الأرض، تبقى نزلت في قلب الطبق بتاعنا. دلوقتي هبتدي احط كل الحاجات النواشف اللي عندي. نحط الدقيق، كيلو دقيق، بس ما نزودش عن المقادير ولا نقلل علشان الحاجة بتاعتنا تطلع مظبوطة. حط الدقيق بتاعي كيلو، نحط عليه ريحة الكحك، والسمسم 3 معالق سمسم، نحط عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر، قلبهم كلهم على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حط عليهم ذرة الملح كده. قلبنا كل النواشف مع بعض، مش هنقدح زيت ولا اي حاجة. الزيت بتاعنا بدرجة حرارة المطبخ عادي. ابتدي احط السمنة بتاعتي على الدقيق، ألف كده الأول، أخلطهم ببعض جامد، وبعد كده أبتدي أعجن كده أهو. كوباية الخميرة بتاعتي احنا حطيناها وحطيناها في طبق، قلنا علشان ما تفرش، هي فعلا فارت. ابتدي انزل الخميرة، بسم الله الرحمن الرحيم، بركة بسم الله الرحمن الرحيم، بتزيد كل حاجة بركة. ابتدي اعجن بقى. دلوقتي بعد ما احنا عجننا ولقينا ايدينا نطفت كده من العجينة، مفيش اي عجينة على ايديا كده، يبقى العجينة بتاعتنا خلاص اتعملت. احنا دلوقتي حطينا السمنة، حطينا عليها ريحة الموز او ريحة السمنة البلدي على حسب ما انت تجيبي، وحطينا كل المقادير النواشف كلها على بعض. هنبتدي ناخد الكحك،
ناخد قطعة صغيرة زي كده، مش شرط يكون عندنا قالب ولا حاجة، احنا هندورها زي ما احنا شايفين كده كرة صغيرة، وهبتدي افتحها كده اهي. ولو عندنا شوكة، وطبعا دي حاجة متواجدة في كل بيت اهي، هبتدي اشكل كده وبعد كده ارصه في قلب الصينية. ودي شكل الكحكاية بتاعتنا وهي صغيرة اهي قبل ما تستوي. ده الكحك بتاعنا بعد ما عملناه ورصيناه على الصينية عالسطج اللي هيدخل الفرن، وطبعا شكلناه ولا احتاجنا قالب كحك ولا حاجة زي ما شفنا كده بالشوكة. هنبتدي ندخله الفرن وهنشوفه بعد ما يستوي. ده الكحك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، هنبتدي نقلب الكحكاية هنشوفها من تحت استوي. سيبها على السطح لحد ما تبرد وبعد كده نبتدي نحط عليها السكر. ده الكحك بتاعنا بعد ما خلص وذوقناه، وبالهنا والشفا. وما تنسوش الاشتراك في القناة بس عشان نعرف الكحكة ناعمة ازاي، مجرد ان احنا بس عليها كده بتتكسر وهنلاقيها طرية وجميلة. بس ما حدش يزود او ينقص عن المقادير اللي احنا عاملينها. وعايزين اسمع اشوف تعليقاتكم والكحك بتاعكم بعد ما عملتوه. بالهنا والشفا، ومتنسوش الاشتراك في القناة.